في خرجة ميدانية أخرى لمداهمة الشواطئ وتأمين موسم الاصطياف، قامت اليوم وحدة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران مرفقة بوحدات أمن ولاية وهران بالقيام بمداهمة مشتركة خصصت لكافة الشواطئ بإقليم دائرة أرزيو، مست مراقبة مجانية الشواطئ ومواقف السيارات ومراقبة محلات الأكل وكذا أماكن الراحة والاستجمام. كل هذه التدابير تدخل لغرض ضمان راحة وأمن المصطافين والزوار الوافدين للولاية، حيث مكنت هذه العملية من حجز 201 قرص مهلوس، 376 وحدة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام، قارب صيد بدون رقم، 556 كرسي، 204 مظلة شمسية و212 طاولة في إطار ضمان مجانية الشواطئ. تم تعريف 1530 مركبة و500 شخص، 11 منهم كانت إيجابية، شخصين محل أمر بالقبض وخمس أشخاص محل أحكام قضائية وامرأة محل بحث في فائدة العائلات. كما تم معالجة قضية عرافة وتنبؤ فيما يخص الشعوذة وممارسة الطلاسم وقضية إنشاء وكر للدعارة، وتم توقيف من خلاله ثمن نساء ورجل. أما في جانب الشرطة الخاصة فقد تم تحرير 40 محضر وقراري غلق للمحلات التجارية، تم توقيف 11 شخص في إطار المتاجرة بالمخدرات والمشروبات الكحولية مع المركبة المستعملة وعائدات الترويج المقدرة ب 123,500 دينار جزائري.